وسهلا فيكم حبيبنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم وبرنامجنا برنامج بيت الألوان. مني أنا زميلتكم ملاك الطرايرة أجمل التحيات وزميلتنا سدرة دعبول. أهلا وسهلا فيكم حبايبنا المشاهدين وكل مين عم يتابعنا على قناتنا وقناتكم قناة سامراء. طبعا برنامجنا هو بيت الألوان، بنعرض يوم 4 وسبت، أنا وملاك حنقدم لكم إياه، وطبعا عنا صفحة على الفيسبوك بتقدروا تتابعونا عليها. طبعا سدرة زي ما بتعرفي اليوم يعني موضوع حلقتنا موضوع حلو كتير، يعني أنا بالنسبة إلي الصراحة اليوم كتير مبسوطة، مبسوطة لأسباب كتيرة، مبسوطة إنه موضوع حلقتنا اليوم هيك موضوع حلو وشيق، ومبسوطة لسبب تاني إنه أنا عندي هلأ من وراء الكواليس يعني أهم شيء في حياتي وهم صحباتي دانا وفرح اللي أنا دايما بحكي لكم عنهم، فهذا السبب التاني اللي أنا مبسوطة عليه. وأكيد سدرة يعني أنا اليوم مبسوطة لأني معك، يعني هذا إشي بديهي إشي أكيد. فاليوم حبيبنا المشاهدين حلقتنا راح يكون موضوعها عن الابتسامة. يعني أكيد الابتسامة هي أهم شيء بالدنيا، لأنه الابتسامة بتخلي الإنسان فرح ومبسوط وبتخلي الناس تحبه، وهي مفتاح للقلوب. طبعا أكيد الله يخلي لك رفقاتك التنتين، والصراحة حبابين وأنا حبيتهم. يعني مثل ما نكمل أنه فعلا الابتسامة هي مفتاح قلب كل إنسان، والابتسامة هي شيء حلو، ومثل الابتسامة مثل أي شيء بالدنيا، حتى الابتسامة إلى تعريف، واللي هو تعبير وجهي يتشكل من خلال ثني العضلات الأكثر وضوحاً التي تكون قريباً من طرفي الفم. تستعمل الابتسامة عادة للتعبير عن المتعة أو السعادة أو التعجب، ولكن يمكن أن تكون تعبير لا إرادي عن القلق، وفي هذه الحالة تسمى تكشيرة. يعني الابتسامة في يعني هذا طبعاً مو بس هذا هو تعريفها، هي تعريفها كتير طويل، بس نحن حاولنا أنه نعطيكم نختصر منه ونعطيكم الزبدة منه، وأنه هي تعبير وجهي جميل، وهي ممكن تكون تكشيرة بوقت القلق. بتعرفي سدرة كمان انه الابتسامة هي روح الانسان وحيويته، يعني حتى يعني لو نشوف اي شخص مبتسم بتعطيه جمالية لوجهه، يعني من مجرد فقط ابتسامة بسيطة ممكن انه هاي الابتسامة تعطي جمالية للوجه. حلو صح سدرة انه نبتسم يعني في وجه الاخرين، سواء كانوا يعني ناس التقينا فيهم في الشارع، سواء كانوا زملاء، سواء كانوا اصدقاء، سواء كانوا اهل، فحلو انه احنا دائما نخلي الابتسامة على وجهنا. ملاك نحن حكينا انه كل شيء بالدنيا له سلبياته وايجابياته، بس انا بالنسبه لي بتوقع ان الابتسامه ما بتوقع ابدا انه لها سلبيات. لا الا هاي ما لها سلبيات، يعني انا ما بتخيل انه الابتسامه لها سلبيات، بالعكس هي انا بعتبرها ايجابيه كامله، يعني ما في لها ولا اي نوع من السلبيه، لانه زي ما حكيت يعني بتقرب الاشخاص وبتعطيكي ثقه في حالك وبترسم يعني بسمه جماليه على وجهك. يعني فعلا ملاك الابتسامه مستحيل يكون لها سلبيات، طبعا يعني بيكون لها سلبيات اذا تحولت لضحك وضحك زياده، يعني الضحك العادي طبعا ما له سلبيات، بس الضحك الزياده اكيد له سلبيات، واللي بدون سبب بيكون. طبعا ملاك قلت لك انه هي لها ايجابيات كثير واكيد لها فوائد، واللي هنين تحفظ الانسان صحته النفسيه والعصبيه والبدنيه. ملاك انه انت ليلي شو فهمتي؟ تحفظ للانسان صحته البدنيه والنفسيه والصحيه، يعني انه بتخليكي بنشاط زي ما حكيت سدرة هلا، انه بتعمل لك نشاط وحيويه وبتخليكي دائما مجده على حياه جديده، يعني فهي شيء كثير حلو. وبتعرفي انها هي كثير انه منيحه لامراض القلب وكثير من الامراض، يعني شوفوا قديش بساطه الابتسامه، بس كثير لها فوائد وفوائدها كثير كبيره. طيب معنا اتصال، الو مرحبا. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يعني بس قبل ما تبلش تحكي بتمنى انك تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون. اي نعم انا اسمعك. تفضل بتحب تشاركنا؟ انا طيب نشكرك على اتصالك ونتمنى انك ترجع تتصل معنا لحتى تشاركنا في حلقتنا لليوم.
يعني ملاك فعلا مثل ما قلتي انه يعني الابتسامه هي اهم شيء، ومثل ما مذكور عنها انه فعلا هي بتحفظ له للانسان صحته النفسيه او البدنيه، يعني فعلا بتلاقيه كثير فرحان، يعني من بس مجرد ابتسامه بتلاقيه كثير فرحان ومبسوط، وبتحسي انه بيجذب الناس اللي حواليه، يعني بتحسي هو مثل المغناطيس عم يجذب جميع الناس لإله بس من مجرد ابتسامه، يعني شوفي قديش ايجابياتها حلوه ومنيحه. صح، بتعرفي شغلة، أنا لو أقابل شخص كمثال ويكون مكشر صدره في وجهي، يعني مستحيل إني أنا أتقبل هذا الشخص، بس مثلا إذا قابلت شخص وكان مبتسم في وجهي ويعني وعليه مرسومة رسمة الابتسامة، أنا وقتها رح أنجذب لهذا الشخص ويعني أحبه من أول مرة لأنه يعني ابتسم في وجهي. أكيد، يعني الإنسان المبتسم مو مثل الإنسان اللي غير مبتسم، يعني الإنسان المبتسم بيكون حلو يعني عم يجذبك إله، وفي ناس حتى بيكونوا سبحان الله يعني قليلي الجمال بس من الابتسامة بتحسيها انه بتحليهم وبتعطيهم كتير شغلات ايجابية بحياتهم. وحتى بتعرفي ملاك انه هي بتساعد على تخفيف الضغط بالدم مثل ما قلتي انه بتساعد كتير على امراض، وغير هيك بتساعد على تنشط الدورة الدموية، يعني حتى الى ايجابيات علمية، يعني قيمي عن الايجابيات العادية المتداولة بالحياة بالعكس الى ايجابيات علمية. اكيد، وسدرة انا عندي بعض من فوائد الابتسامة، خلينا نقرأها مع بعض. بيحكوا لنا انه الابتسامة نوع من العلاج الوقائي لامراض العصر، زي ما حكيت انا وزي ما حكت سدرة انه فعلا هي لها ايجابيات علمية، يعني بتوقينا من بعض من الامراض، وصمام امان من القلق. فعلا صح، يعني ما بتكوني انت قلقانة لما تلاقي اشخاص مبتسمين حولك او انت يعني تقابليهم بابتسامة، انت هيك بتبتعدي عن القلق. وبيحكوا لنا كمان انه علاج لحالات كثيرة من الصداع. فعلا على فكرة هاي الشغلة انا مجربيتها، انه يعني الابتسامة بتعالج كثير من الصداع، يعني فعلا لما الشخص يكون كثير مصدع ويعني في صداع برأسه ويبتسم هاي بتكون تخفيف عن صداعه. وبيحكوا لنا كمان انه تقهر الأرق، يعني بتبعدك عن الأرق الليلي، وتساعد المخ على الاحتفاظ بكمية كافية من الأكسجين. صراحة انا هاي المعلومة استغربت منها. بتعرفي انه سدرة الابتسامة بتحافظ على كمية كبيرة من الأكسجين بالرأس؟ صراحة أنا ما عندي فكرة، بس يعني الحمد لله هذا شيء إيجابي إلنا، يعني نحن من هون من هذا البرنامج أو من هاي الحلقة نحن منحب نوصل لكم أنه دائما الواحد يكون مبتسم، ومثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي قريبة عن الابتسامة، واللي هي تفاءلوا بالخير تجدوه، يعني حتى لو صار معك مشاكل الدنيا كلها لازم تبتسمي، لأنه إلا ما يصير معك شيء حلو بحياتك وإلا ما يصير معك شيء يبسطك، عشان هيك نحن دائما لازم يكون أملنا بالله كبير، والابتسامة إلى علاقة كتير كبيرة بالأمان. أكيد، فأعزائنا المشاهدين يعني إحنا رح نستقبل اتصالاتكم لحتى تعطونا آراءكم في موضوع الابتسامة، يعني بما أنه هو من أهم، أنا برأيي أنه من أهم المواضيع اللي بتتكرر في حياتنا. طيب كمان سدرة بيحكولنا أنه بتساعد على إزالة التوتر العصبي. فعلا أنه لما الواحد يكون مبتسم خلص بنسى العصبية، بنسى أي شيء حوله، فبتخفف صح. من توتره. يعني ملاك ممكن من هذا الشيء اللي ذكرتيه نفهم انه مثلا اذا انت عندك امتحان انه تبتسمي وما تتوتري، لانه الابتسامه بتقلل من التوتر، يعني كل واحد عنده توتر كثير كبير من الامتحانات يبتسم وان شاء الله بيروح من عنه التوتر. ان شاء الله، لا اكيد احنا لما يكون عندنا امتحانات اكيد ما راح نبتسم، يعني ما هو الواحد بيحاول. شوفي حتى لو انها بتخفف من التوتر، بس احنا يعني لا ارادي الواحد ما راح ينبسط ولا راح يبتسم، بالعكس هو راح يكون كتير متوتر عشان عنده امتحان تاني يوم. بس بتعرفي ملاك فعلا يعني انا قلت هي المعلومه انه كتير ناس بيعانوا من هذا الموضوع، وفي ناس يعني ما شاء الله بتلاقيهم اذكياء ودارسين صحيح، بس للاسف وقت الامتحان من التوتر يعني بيخبصوا، يعني بهي الكلمه بيخبصوا فعلا. مزبوط، كتير بتصير على فكره هاي الحالات، انه فعلا زي ما حكيت السدره بيكونوا دارسين ومتمكنين من الماده بس بسبب توتر او
او بسبب الخوف تبعهم ممكن انهم يخبصوا في هاي الماده. فيعني على كلام سدراء ابتسموا. يعني لازم الواحد يبتسم ويوثق من نفسه. بتعرفي ملاك يعني فوائدها مهما حكينا وحكينا وحكينا ما رح نخلص منهم، بس نحن حاولنا انه نجيب اكثر فوائد. حتى في فوائد انه تزيد من مناعه الجسم ضد الامراض والضغوطات النفسيه الحياتيه. يعني قديش جهاز المناعه يعني مهم، هي بتساعد على تقوية جهاز المناعة. يعني مجرد ابتسامة بتساعد كل هذا الشيء، بتساعد هي على تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض، وكمان لها آثار إيجابية على وظيفة القلب والبدن والمخ. يعني هي لها كتير شغلات إيجابية على يعني أهم الأعضاء اللي بجسمنا مثل القلب ومثل المخ ومثل البدن. ويتمتع المبتسم بنبض سليم متزن. يعني بتوقع أنه هاي أحلى شيء أخذناه من الفوائد، فعلاً أنه بتحسيه نبضه يعني متزن ومتكافئ، يعني ما يعني لا سريع ولا بطيء كتير، بقى بتحسيه متزن. يعني مجرد ابتسامة النبض تبعك بيصير متزن، وغير أنه تسرب الهدوء والطمأنينة في داخل النفس وتزيد الوجه جمالاً وبهاء. مثل ما قلت لك أنه الوجه بيصير أحلى حتى لو أنت قليلة الجمال، وبشكل عام بتزيد الهدوء والطمأنينة بقلب الإنسان. يعني فعلا ملاك الابتسامة مهما عددنا لهم عن فوائدها ما رح نخلص، يعني بدها حلقة كاملة بس عن الفوائد الابتسامة. أكيد سدرة، يعني مجرد ابتسامة وقلب نظيف إحنا هيك بنجذب الناس حولنا. زي ما حكت سدرة، حتى لو ما كان الإنسان مثلا إنه عنده جمالية إنه كبيرة كشكلا، بس عنده ابتسامة أحيانا بتكون الصراحة بتجذبك إله. فسبحان الله سدرة، يعني إنه كيف الابتسامة بتعطي جمالية للشخص. طيب عكلا، يعني على فكرة في كتير من الأناشيد وفي كتير من الأغاني يعني عن الابتسامة، وصراحة أنا حبيت اليوم هيك أسمعهم كم أنشودة أو كم أغنية عن الابتسامة. فشو رأيكم نسمع أول أنشودة؟ يلا. طبعا زي ما بنعرف انه الابتسامه لها يعني فوائد كثير، وصراحه يعني الابتسامه امرها عجيب كثير. يعني اذا ابتسمنا لشخص بنحبه احنا هيك بنخليه يشعر بالامان، واذا ابتسمنا لشخص نكرهه او مثلا بتواجهنا كراهيه لإله هيك احنا بنخليه يشعر بالندم، واذا ابتسمنا لشخص مر علينا بالصدفه احنا هيك سجلنا صدقه لإلنا، واذا ابتسمنا لنفسنا احنا هيك بنعطي ثقه لنفسنا وبنعطي حالنا قوه ودافعيه. فعلا ملاك، حتى في ابتسامة رابعة واللي هي الابتسامة ضد العدو. ممكن العدو يحس بالخوف، يعني لما يعني واحد يكونوا أعداء، ممكن يعني الإنسان الأول لما يبتسم لعدوه بيحس العدو بالخوف. يعني الابتسامة فعلا إلى أكثر من دلالة، يعني ما إلى دلالة واحدة ولا تنتين، إلى شيء أربعة أو خمسة أو حتى ست دلالات. يعني فعلا الواحد لازم يبتسم، ومثل ما قلتي الابتسامة صدقة. وحتى الابتسامة بتعطي الإنسان استقرار وطمأنينة غير طبيعية، وفعلا الابتسامة يعني إلى فوائد عجيبة غريبة. يعني ملاك أكيد، يعني سدرة الصراحة أنا في بعض الأحيان بواجه ناس يعني بتكون في كشرة على وجههم، فإنه مش عارفة يعني إنه شو السبب أو ليش الكشرة. فإنه يعني عن جد نتمنى من جميع اللي عم بيشاهدونا ومن جميع الأشخاص، يعني سواء كنت انت ماشي في الشارع، سواء كنت مع زملائك، سواء كنت في حياتك الاجتماعيه، انه تخلي الابتسامه دائما مزروعه على وجهك. يعني هذا شيء الصراحه انا بتمناه، لاني انا كثير بشوف ناس واشخاص ما في ابتسامه على وجههم، يعني حتى بتلاقي وجههم سدره هيك كئيب، يعني ما في ابتسامه. فعن جد نتمنى من الجميع انه دائما تخلوا الابتسامه على وجهكم. يعني هي مجرد يعني ثواني، انه ما راح تاخذ منا شيء وما راح تاخذ من وقتنا، بالعكس احنا هيك بتتسجل لنا صدقه وما بتحتاج لجهد، هي مجرد بس ثواني. وحتى ملاك صحيح حكيك، وحتى انه بتقلل من حالات الاكتئاب. يعني تخيلوا بتقلل من امراض كتير ومنها حالات الاكتئاب اللي بتصيبه للانسان. يعني هي بتقلل جدا من حالات الاكتئاب، واللي معه حاله اكتئاب لازم ينصحه الدكتور، وانا بتوقع انه لا اكيد بينصحه بالابتسامه والضحك والفرح. وحتى ملاك تفيد الابتسامه والضحك الخفيف، يعني الضحك الخفيف مثل الابتسامه، فينا نقول انه بيفيدوا في ارخاء العضلات
وإبطاء إيقاع النبض القلبي وخفض التوتر الشرياني، يعني ما في توتر والنبض ماشي متزن ومو كتير سريع، وحتى بتساعد بإرخاء العضلات. يعني شوفي قديش إلى فوائد، وهدول فوائد غير اللي حكيناهم قبل شوي. يعني فعلا الابتسامة شيء رائع، لازم الإنسان دائما يكون ملتزم فيها، ولازم يخليها من عاداته ومن مبادئ تبعاته. أكيد، يعني سدرة الابتسامة هي ما بتحتاج لترجمة، هي مجرد يعني حركة، مجرد ثواني منكسب فيها أشخاص، منكسب فيها سدرة يعني محبة كتير من الناس. طيب أعزائنا المشاهدين، شو رأيكم نشوف هاي الأنشودة ونرجع لكم؟ ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين من بعد هاي الأنشودة الأكثر من رائعة. طبعا سدرة يعني زي ما بنعرف إحنا إنه في كل حلقة لازم نحكي عن لون معين، واليوم حبينا نحكي لهم عن لون كتير حلو وكتير الصراحة أنا من الأشخاص اللي أنا كتير بحبه، وهو اللون التركواز. خلينا نعرف أول معلومة عنه. بيحكوا لنا إنه الفيروزي بالإنجليزية تركواز هو لون تدرجات اللون الأزرق، وهو كلون السماء ويميل إلى اللون الأخضر. والفيروزي مستخلص من اسم الحجر الكريم المعروف الفيروز، وأصل الكلمة فارسي. يعني الصراحة إشي كتير حلو، واللون هو يعني من أكثر الألوان يعني إنه روعة. طيب خلينا ناخد اتصال. ألو مرحبا. وعليكم. وعليكم السلام، مين معنا؟ ألو مرحبا، معنا اتصال ثاني. ألو مرحبا. موضوع حلقتكم اليوم طبعا كثير حلو ورائع، وطبعا الشخص لازم يعني بيظل يبتسم، لأن ما في شيء في الدنيا يستاهل لا نحزن، لازم نبدأ طبعا يومنا يعني بابتسامة حتى نكمل لنهاية اليوم إن شاء الله، حتى يعني يكون. طيب نشكرك على هذا الكلام الأكثر من رائع. طبعا أنا كنت حابة أعرف إنه شو اسمك، بس مش مشكلة يعني عادي اتصلي معنا مرة ثانية لحتى أعرف شو اسمك. طيب سدرة، يعني شفتي كيف إنه معلومة كتير حلوة، وهو كلون يعني لون هيك كتير حلو، ولون بيعبر عن الجرأة، ولا شو رأيك؟ بلا صحيح، يعني أكيد، أو أنا أصلا متوقع إنه اللون التركواز أو الفيروزي هو لون العصر هلأ، يعني بحسه إنه غالب على كل الألوان، وبحسه أنه هلأ صاير هو نمبر وان، يعني هو الأول. وصراحة بس أنا حابة أعلق شغلة على اللي قالته اللي كانت معنا، أنه فعلا ما في شيء مستاهل أنه نحن نزعل، بس وحتى لو شيء مستاهل أنه نزعل نحن لازم نبتسم، ولازم يعني الزعل ما يطول عنا، ولازم نبتسم، ولازم يعني ما نفارق اليوم إلا يكون في ابتسامة مشان نرجع نستذكره شغلات كتير حلوة. هلأ نعطيكي، هلأ بدي أعطيك أنا المعلومة الثانية. هو لون يتمتع بإيحاء بالهدوء والانسجام، يملك القدرة على إزالة الضغط النفسي، وله تأثير مبرد في الأجواء، فهو من الألوان الجميلة التي تضيف روحا من الانتعاش والحيوية في المنزل، سواء كان ذلك من وسواء كان هذا اللون من تدرجات مختلفة. يعني فعلا انه اللون التركواز او الفيروزي يعني لون بحسه خليط من اللون الازرق والاخضر، وهو فعلا مبرد للاجواء. يعني انا بالنسبة لي هو لوني المفضل، وانا بتوقع انه هو لون مفضل لاغلب الناس. على كل حال انتوا اتصلوا معنا وقولوا لنا شو رايكم بهذا اللون، واذا هو لونكم المفضل ولا لا. اكيد. طيب بتعرفي سترة من شو متكون اللون التركواز؟ الصراحة لا، بس يمكن الأزرق والأخضر. خليني أنا أحكي لهم يلا. هاي المعلومة. طيب خلينا نشوف هاي المعلومة. بيحكوا لنا إنه هو مزيج من اللون الأزرق والأخضر، ومن الصعب فصله، فالبعض يقول أنه أزرق مخضر، والبعض يقول أنه أخضر مزرق، وهو لون بمنتهى الرقة والذوق والجمال، ويعتبر من درجات اللون الأخضر الهادئ، وهو ذو طابع خاص في الشكل وفي تنسيق الألوان. فعلا على فكرة إنه هو يعني انا بعتبره انه اللي بلبسه بيكون كثير يعني من الاشخاص اللي عندهم جرأة. خلينا نشوف هاي الصوره. يعني شوفي كيف دمجوه مع اللون البرتقالي واللون الابيض،
مظبوط، هو من الالوان اللي التركواز بيندمج معها، اللي هو اللون الابيض او اللون حتى الخشبي او اللون الازرق الفاتح. وعلى فكره هدول الصورتين ممكن نسميه انه اللون التركواز هو لون مزرق هون، وهون مخضر، هون مخضر. يعني فعلا غريب بالتركواز، له كتير درجات، مره بيكون مخضر ومره بيكون مزرق. على فكره شوفي سدره، يعني بيرجعوا بيدمجوه دائما مع الابيض، فانه لانه هو على فكره كتير انه مع هو يعني الأبيض. اللون الابيض مثل الاسود ومثل الرمادي هو سيد الالوان وحتى بيستخدموه بالسيارات. صحيح، خلينا نشوف. يعني هاي قريب لونها للنيلي. ما هذا؟ على فكرة السيارة حتى هي قريبة للمخضر، وحتى شوفي كيف دامجين معها بعض الصور، وهون المزرق ودامجين كمان مع اللون الأسود واللي هو لون الفرش. فانه على فكره هو يعني شوفي في كثير الوان ما بتزبط على السيارات، بس انا بعتبر انه اللون التركواز من الالوان اللي بتزبط على الملابس ومن الالوان اللي بتزبط على السيارات. انا بالنسبه لي تركواز، يعني بالنسبه لي طبعا، بس مو بالنسبه لعلم الالوان، تركواز بالنسبه لي هو سيد الالوان، يعني فعلا هو اللون المفضل لي وبحب كثير لبسه بجميع درجاته. خليني اعطيك هلا المعلومه الثانيه طبعا، واللي هي اوقات لبسه، يعني حتى له اوقات لبس محدده. يبقى اللون التركواز من الالوان التي يسهل التعامل معها، لانه لون اليف ومريح للعين، كما انه يتناغم مع طيف واسع من الالوان، وهو لون رائع للحفلات والسهرات، كما انه مثالي لفساتين الصيف التي تتحاور مع حراره الجو ووهج الشمس، لكنه يصلح بدرجه اقل لملابس العمل الرسميه، خصوصا عندما يكون طاغيا على الطلة، وإن كان بالإمكان لبسه في العمل كقميص خفيف تحت الجاكيت الأسود أو الرمادي، أو كإشارب صغير أو تنورة بسيطة مع جاكيت داكن اللون وقميص أبيض أو أسود. يعني حتى بهي المعلومة عرفنا أنه هو لون كتير يسهل التعامل معه، يعني فينك تلبيه على شو ما بدك، وهو لون بتلبقيه أكثر شيء على الأسود والأبيض، وإذا بدك يعني أنت بدك تلبسيه بالشغل لازم تلبسي فوقه أسود أو أبيض، وما لازم تخليه طاغي على طلتك بالشغل. أكيد تدرها. طيب معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبتين، كيفك ملوكة؟ أنا منيح الحمد لله، كيفك أنت فاطمة؟ الحمد لله تمام. شو أخبارك، عرفتيني؟ أكيد عرفتك، أنت فاطمة صح؟ نعم صديقة البرنامج، وأحبك كثير. حبيبتي طبعا. حبيبتي حبتك العافية يعني، وأنا كمان كثير أكيد بحبك. تفضلي تفضلي ملوكة. أنا غير متابعة، يعني ممكن تحكي لي على تفاصيل الحلقة، مين الضيف الموجود معكم؟ يعني شوفي يعني احنا اليوم ما عندنا ضيف، بس ان شاء الله في حلقة السبت القادم راح يكون معنا ضيف. اليوم موضوع حلقتنا عن الابتسامة، فيعني اذا تحبي تعطينا رأيك، تقترحي علينا اقتراحات، تفضلي. عن ايش؟ عن الابتسامة. عن ايش؟ عن الابتسامة. صراحة يعني ارشح موضوع الابتسامة، لان حلو الانسان يبتسم، يعني يخلي الانسان المقابلة يفرح، لما تكونين انت متشائمة حتى مقابلك راح يتشائم، بس لما تكوني مبتسمة الكل راح يحبك. هاي نصيحتي لكل الناس حبيبتي. اكيد تفضلي تفضلي، عم نسمعك. مين الضيف يوم السبت؟ والله يعني لسه ما تحدد الضيف، بس ان شاء الله احنا في كل حلقه سبت ان شاء الله، يعني باذن الله راح يكون في عندنا ضيف. طيب فاطمه حبيبتي بشكرك على اتصالك وبشكرك على مداخلتك الاكثر من رائعه. طيب سدر شو رايك تاخذي هذا الاتصال؟ يلا. الو السلام عليكم. السلام عليكم، شلونكم؟ الحمد لله. مين معنا؟ اياب من العراق. اهلا وسهلا فيك. شو رايك موضوع حلقتنا اليوم عن الابتسامه؟ الو. والله هذا الابتسامه كثير حلو، يعني عجبني هوايه، يعني كثير حلو والله، فرحني فرحني. طيب انت شو بتحبي يعني تقلنا انه بيومك بحياتك اليوميه انت بتبتسم؟ قطع الاتصال. شكرا لاتصالك وعود الاتصال معنا.
أكيد. نكمل إنه عن لون تركوازي، إنه فعلاً هو لون مبرد وهو لون ما لازم يطغي على طلتك بالشغل، أما بالحياة العادية فلا مانع. طيب معنا كمان اتصال، المرحبا. ألو ملاك. أهلاً، مين معنا؟ أنا رند، هلأ اتصلت من قطع الاتصال. أنت رند اللي حكيت لك، حكينا شو اسمك؟ أنا كمان يعني اتصلت في الحلقة السابقة. طيب يعني طبعا موضوعكم يعني طبعا تفضل. موضوع الابتسامة كتير حلو، ويعني شو في بالدنيا أحلى من الابتسامة؟ يعني الزمان بس إحنا الزمان بنبتسم، شو بنحصل في الدنيا؟ ما رح نحصل في الدنيا أي شيء، يعني على الأقل يعني ابتسامة صغيرة يعني تنسى عن همومك، يعني نعبر عنها عن حبنا للأشخاص. وممكن وجه تحية؟ تفضلي أكيد وجه تحية. وجه تحية لإلك حبيبتي، لكادر تامرة، للمخرج، وجه تحية لعامر مرار، لأمجد ناصرية، ولهمام ناصرية، ولأيمن ناصر، ولموسى مصطفى، للأستاذ ياسين عواد. حبيبتي يعني منشكرك على هاي التحايا الحلوة، ومنشكرك على مداخلتك الأكثر من رائعة، وأكيد كلهم هلأ سمعوكي ووصلتهم تحيتك. طيب سندرة، شو رأيك تاخذي هذا الاتصال؟ يلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، شو الاسم؟ ذياب نفسي، قبل شوية دقيت عليكم. معك ذياب. طيب من وين عم تحكي معنا؟ من العراق. طيب دياب، شو رأيك بموضوعنا اللي هو الابتسامة؟ يعني شو بتحب تضيف لنا؟ ألو دياب، شكرا لاتصالك وعاود الاتصال معنا. طيب سدرا، نرجع لموضوعنا. يعني الصراحة في كتير من الناس بيلبسوا اللون التركواز بس ما بيعرفوا شو يستخدموه مع اكسسوارات، فأنا رح أحكي لهم. بيحكولنا أما الاكسسوارات بلون التركواز فهي صالحة لكل مناسبة، وأجملها ما يلبس مع الأسود والأبيض والرمادي وبعض درجات الأخضر ودرجات خاصة جدا من البرتقالي، ويعبر اللون التركواز عن العلاقات الواضحة والانفتاح على الآخرين والتناغم ما بين العقل والعاطفة. يعني برجعوا ويحكوا لنا إنه التركواز بيستخدم مع اللون الأبيض ومع اللون الأسود. يعني شوفوا أحكي لكم شغلة، أنا كرأيي الشخصي بحب أستخدم التركواز مع اللون الأبيض، يعني ما بفضل الصراحة أستخدم التركواز مع اللون الأسود لأنه ما بحسه إنه رح يطلع حلو، بس بحب أستخدمه مع اللون الأبيض لأنه هو يعتبر يعني تقريبا من الألوان اللي شوي هيك فيها يعني شوي فاتحة وغامقة، يعني في منه فاتح وفي منه غامق، فأنا بتخيل كرأيي الشخصي إنه اللون الأبيض هو اللون الأكثر استخداماً مع اللون التركواز. صراحة يعني أنا مثلك وبحب استخدمه مع الأسود، بس بالنسبة للبرتقالي ما بحب استخدمه معه. وبالنسبة لي إنه البرتقالي فعلاً من يعني نحنا كل حلقة أو أغلب الحلقات بنحكي لكم عن لون معين. أنا شفت ملاك أو لاحظت إنه البرتقالي هو يدمج مع جميع الألوان، يعني أنا حسيته إنه اللون ممكن إنه نسميه إنه اللون الدامج، يعني يدمج مع جميع الألوان يعني البرتقالي. بس بتعرفي ملاك، برجع بكررها الكلمة أو هي الجملة اللي دائما بقولها، إنه نحن برنامجنا كان هدف من أهدافه إنه يرضي جميع الأذواق. أكيد. ملاك، وكمان في له دلالات كتير للون التركوازي، ومنها التركواز أو الفيروزي لون فعال في إنعاش الروح، لذا البسيه حين تشعرين بأنك متعبة أو منهكة، كما أن يساعدك في علاج القلق والخجل وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين. يعني التركوازي هو لون يساعدك إنه تتواصلي مع الآخرين، وبيساعدك على التخلص من القلق ومن التعب ومن وإن كنتي منهكة، يعني فعلا هو لون مساعد. أكيد. يعني نرجع نحكي إنه جميع الألوان حلوة، بس في أشخاص بتفضل بعض الألوان وبترفض أو ما بتفضل بعض ألوان تانية. طيب معنا اتصال، المرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيروان.
اهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ من محافظة صلاح الدين. اهلا وسهلا فيك وفي كل اهلنا في صلاح الدين. طيب بتحب تشاركنا في موضوع حلقتنا لليوم؟ نعم، بس شنو يعني عنوان الحلقة شنو؟ موضوع حلقتنا اليوم بيحكي عن الابتسامة. شنو؟ عن الابتسامة. الابتسامة. تفضل إذا بتحب تشاركنا. نعم أشارك، والله الابتسامة ماكو. نعم؟ مظبوط يعني. الابتسامة ماكو، الناس كلها مهجرة. مظبوط يعني فعلا معك حق، هلا في وقتنا الحالي ما في الا اشخاص قليلين هم اللي بتلاقيهم بيقابلوك في ابتسامه. يعني بشكرك على اتصالك وبشكرك على هاي المداخله الاكثر من رائعه. طيب سدرة خذي هذا الاتصال. يلا الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ احمد. طب من وين عم تحكي معنا؟ احمد. احمد من وين عم تحكي معنا؟ من اي مدينه؟ من العراق. اهلا وسهلا فيك وكل اهلنا بالعراق. احمد شاركنا بموضوع الابتسامه، شو حابب تحكي؟ انا عجبني البرنامج. شكرا لك احمد، بس انا حابب بس اسالك سؤال، انه شو حابب انت تشاركنا بموضوع الابتسامه؟ يعني انت شو رايك بالابتسامه؟ هذا البرنامج عجبني كثير. شكرا لك احمد على اتصالك، واذا بدك عاد الاتصال معنا بباقي الحلقات. يعني ملاك فعلا مثل ما قال انه ما عاد صفى او باقي ابتسامه فعلا، لانه اغلب الناس تهجرت، واغلب الناس حتى مو شرط تهجرت، ممكن سافرت لحالها بس بلدها انه صار فيها مشاكل، وهلا صاير مشاكل كثير بالبلاد العربيه، ونحن لازم ندعي انه الله يرجع بلادنا العربيه مثل ما كانت. وبنفس الوقت ملاك انه يعني نحن رغم كل شيء لازم نضل نبتسم، لانه الا ما يجي يوم علينا حلو وبرجع بعيد انه تفائلوا بالخير تجدوه. طيب سدرة، يعني بعيدا عن فقرة الألوان، يعني الصراحة اليوم احنا حبينا نجيب لكم يعني نوع من الابليكيشن، واليوم اخترنا يعني ابليكيشن كتير مشهور وكتير هلا كل الناس بتستخدمه، يعني يعني انا ما بستخدمه الصراحه، بس عندي صحباتي يعني الصراحه مجننيني فيه وبيستخدموه دائما وفي كل الاوقات، يعني صار شغلة بصوروها على كل إشي بصوروه، عملنا أكلة بصوروها، طلعنا طلعة بنصورها. أكيد أنتوا عرفتوا شو الأبليكيشن اللي أنا بحكي عنه، فخلينا خلينا نشوف سدرة، خليها تحكي لنا شو الأبليكيشن اليوم. يلا، الأبليكيشن هو عن السناب شات. السناب شات طبعا متوقع أنه هو كتير 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 لقى شهرة، يمكن حتى أنه لقى شهرة أسرع من شهرة الفيسبوك والأبليكيشنات التانيين، أبليكيشنات يعني يعني بتوقع أنه السناب شات كتير لاقى شهرة، والسناب شات هو كتير حلو وكتير حلو الاستخدام. الصراحة انه السناب شات هو بالانجليزية نفس الاسم، هو سناب شات، هو تطبيق رسائل مصورة وضعها ايفان وروبرت ثم طلبته جامعة ستانفورد. عن طريق التطبيق يمكن للمستخدمين التقاط صور وتسجيل فيديوهات وإضافة نص ورسومات وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. يعني فينك أنت تصوري فيديوهات وتصوري صور عادية، وهو اسمه سناب شات طبعا، وهو سوا إيفان مع صديقه روبرت. طيب سدرة، وأنا عندي كمان معلومة، بيحكوا لنا إنه من المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها لقطات يعين استخدام المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى 10 ثواني، وبعد ذلك سوف تكون مخفية من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات أيضا. لكن تم برمجة بعض التطبيقات التي تقوم بحفظ الفيديو المعروض عن طريق مبدأ بسيط، وهو اختراق سناب شات بطريقة بسيطة بشكل متكرر. تعرض التطبيق لمحاولات استحواذ من عدة شركات، يتميز
باللون يعني باللون الأصفر في كافة إعلاناته وفي كافة دعاياته. فعلا يعني ملاك يعني سناب شات ولونه أصفر، ويعني الصور تبعه هو صور شبح. يعني بس أنا حابة إنه أرسل تحية لحلا رجب وتالا محمد وأتقيا سمير وماي جريتي بيردز. طبعا أنا هلأ حلقتنا يعني انتهت أو شكت على الانتهاء. انبسطنا كتير معكم، وأنتم تابعونا دائما على الفيسبوك على برنامج أو على صفحة برنامج بيت الألوان. لاقونا دائما كل سبت وأربعة، ونحن أكيد من كل سبت وأربعة بنشتغلكم أكثر وننتظر اتصالاتكم أكيد. طيب أعزائنا المشاهدين، زي ما حكت لنا سدرة حلقتنا أوشكت على الانتهاء. بشكر كل من وراء الكواليس، بشكر دانا وفرح صحباتي اللي اليوم شاركوني في الحلقة، بشكر المخرج وبشكر المصورين ومهندسين الصوت. لاقونا في يوم السبت في الحلقة القادمة. مني أنا زميلتكم ملاك الطرايرة وزميلتنا سدرة دعبول أجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.